بهدف تحفيز المجتمع على القراءة ودعماً لمبادرة السعودية الخضراء، أطلق مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء بالظهران ماراثون أقرأ ضمن برنامج إثراء القراءة أقرأ في دورته الثامنة، حيث شمل 3 مدن بالمملكة: الظهران، الرياض، وتبوك. تتمحور فكرة الماراثون حول حث المجتمع على القراءة مقابل أن يتكفل مركز إثراء بزراعة شجرة مقابل 100 صفحة مقروءة، بهدف الوصول إلى 2000 شجرة مقابل 200,000 صفحة مقروءة. ينال القارئ ميدالية كتذكار تحفيزي قسمت لأربع فئات تختلف بحسب الصفحات المقروءة. القراءة هي تغذية الروح والعقل، لازم نستخدم القراءة عشان نطور حياتنا ونطور من شخصيتنا الأساسية، وكل شخص لازم يقرأ النوع اللي يحبه من الكتب واللي تفيده في الحياة. القراءة هي هويتي وهوايتي، القراءة هي كل حياتي، من خلالها تعرفت على العديد من الشخصيات ودخلت في العديد من العوالم، تعلمت الكثير ولا زلت أتعلم ولن أكتفي. فالقراءة عالم واسع لا يمكن حصره ولا يمكن محدوديته. ماراثون أقرأ ماراثون نوعي موجه لكافة الأعمار، ويمكن القراءة فيه باللغتين العربية والإنجليزية في مختلف العلوم والمعارف، حيث شمل البرنامج مكتبة إثراء ومنطقة البلازا. جيت اليوم معرض إثراء للقراءة بسبب أحب القراءة، والقراءة لها فوائد كثير، مثلا تعطينا أهدافنا، تحدد أهدافنا والأشياء اللي إحنا نبغى نسويها، وكل ما نقرأ كتب أكثر نقدر نزرع، نقدر نسوي الأرض خضراء ونزيد من النباتات. جينا ماراثون القراءة وعندنا مكتبة في البيت، وإحنا نحب إثراء وأهداف فعاليات ومسابقات، وبعد يهدينا نقوي قراءتنا شوي ونكون أبطال مستقبل ونكون زينين في المستقبل في القراءة. حرص مركز إثراء على ظهور الماراثون ضمن برنامج أقرأ، فمن خلال الماراثون يمكن تعزيز القراءة كفعل عام ومجتمعي، كما يعد نقلة نوعية لاحتضان 3 مناطق له، وهناك تطلعات ليشمل الخليج والعالم العربي مستقبلاً. لقناة SBC هدى الغامدي، الظهران.